تحية لحضراتكم مشاهدين الكرام في هذه المتابعة التحليلية الجديدة التي نخصصها مع حضراتكم لمتابعة ردود الفعل المتوالية للعدوان الإسرائيلي على إيران ومآلات التصعيد بين طهران وتل أبيب على أمن المنطقة وانعكاسات هذا الصراع على الحرب في غزة والسيناريوهات القادمة في الشرق الأوسط وكذلك الموقف الأمريكي الداعم للتهدئة حفاظا على المصالح الأمريكية في المنطقة وكيف طوعت إسرائيل الضربة الإيرانية لصالحها بعد تزايد العزلة الدولية لحكومة نتنياهو بعد حرب الإبادة الجماعية على القطاع. ويسعدنا مشاهدينا الكرام أن يكون معنا في هذا التحليل في الأستوديو الدكتور محمد خيري الباحث في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية. دكتور منورني، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم، اسمح لي نتواصل سويا مع حضرتك ومع السادة المشاهدين ولكن بعد هذا التقرير، ابقوا معنا مشاهدينا. مواجهات إيرانية إسرائيلية مباشرة تنذر بتوسع الصراع في المنطقة رغم التحذيرات الدولية من زيادة رقعة الصراع في الشرق الأوسط. مواجهات جاءت في إطار الرد الإيراني على تل أبيب عقب استهداف الأخيرة للقنصلية الإيرانية في دمشق مطلع شهر أبريل، راح ضحيته عسكريون بالحرس الثوري الإيراني، ما دفع طهران لإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز بعيدة المدى برؤوس حربية ووابل من المسيرات على عمق تل أبيب. الهجوم الذي بدأ مدروسا إلى حد بعيد على الأراضي الإيرانية أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أنه لم يتسبب بأي أضرار لأي من المواقع النووية في إقليم أصفهان، وهو ما أكدته أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في تلك الأثناء أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وطالبت مصر الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس محذرة من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها. مع استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتفاقم يوما بعد يوم مخاطر اتساع رقعة صراع لا تحمد عقباه. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا إلى وقف لدائرة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط مستنكرا أي عمل انتقامي في المنطقة، كما ناشد غوتيريش المجتمع الدولي بالعمل من أجل منع أي تطور آخر قد يؤدي لعواقب مدمرة على المنطقة وخارجها. من جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي الدكتور محمد خيري الباحث في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية. دكتور منورني، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني الكثير من التحليلات بعد الضربة الإيرانية والضربة الإسرائيلية على إيران، يعني شكل الصراع والمواجهات المباشرة، يعني في سياق عام في البداية قبل الدخول في التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، يعني كيف ترى المواجهة الإيرانية الإسرائيلية في هذا التوقيت؟ هو في الحقيقة يا فندم هذا الصراع اتخذ شكلا جديدا بين إيران وإسرائيل، خاصة وأنه إيران هذه المرة هي المرة الأولى التي تقصف فيها العمق الإسرائيلي بشكل مباشر من الأراضي الإيرانية بشكل كبير جدا وبشكل مكثف بهذا الكم الكبير من الطائرات المسيرة وبهذا الكم الكبير أيضا من الصواريخ الكروز والصواريخ البالستية العابرة لمسافات طويلة أو بعيدة المدى كما تصفها الاستراتيجيات العسكرية. وبالتالي حولت إيران شكل الصراع الدائري فيما بينها وبين إسرائيل من صراع الوكلاء إلى الصراع المباشر ما بين إيران وإسرائيل بشكل مباشر. هذا وإن كان ردا على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، إلا أنه كان ردا على مقتل قيادات الكبار في الحرس الثوري، كان من ابرزهم محمد رضا زاهدي الذي كان يعد الذراع اليمنى للنظام الايراني في سوريا وفي لبنان، وهو النائب للحرس الثوري او لقيادات الحرس الثوري في دعم الحرس الثوري في سوريا وفي لبنان. طبعا بشكل اساسي ايران حبت انها ترد على هذا الهجوم الاسرائيلي الكبير الذي اعتبر ان هناك اختراق نوعا ما في المنظومه العسكريه في سوريا التي ادت الى انه اسرائيل بتقصف عمق الاراضي
السورية أو أرضا إيرانية داخل الأراضي السورية طبقا للمعروف طبعا الاتفاقية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على أنه القنصليات أو السفارات في الدول الأخرى هي أراضي تابعة للدولة. وبالتالي اعتبرت إيران أن هذا الهجوم الإسرائيلي هو هجوما على أراضي إيرانية يستوجب الرد. عمق الرد وشكل الرد وطبيعته وتوقيته هو ما يستوجب التحليل، لأنه هذه هي المرة الأولى التي تقصف إيران فيها العمق الإسرائيلي بشكل مباشر بكمية كبيرة، أحدثت زخما سياسيا واستراتيجيا وحتى زخما إعلاميا على الأوساط السياسية في المنطقة العربية. وهنا نحب أن ننوه إلى أنه الجانب الإيراني أو الشخصية الفارسية مبهورة أو موهومة بالتمجيد للعظمة الفارسية، وبالتالي حبت هو أنه أن تكون الهجمات مكثفة حتى تأخذ زخما إعلاميا كبيرا جدا يحسب على الجانب الإسرائيلي. هناك جانب عسكري أيضا أفرادت له وكالة تسنيم أو الوكالات التابعة الإيراني. الإيرانية وهي وكالة تابعة للحرس الثوري، يمكن النهاردة أفرادت يعني تقريرا مطولا جدا ممكن شخص يقعد يقرأ فيه لفترات طويلة، يعني تحدثت فيها عن شكل الضربة والاستخدامات أو الصواريخ أو الأسلحة بالضبط. يعني هي بتقلل من طبيعة الرد العسكري في الدفاعات التي تصدت للطائرات المسيرة الإيرانية، وأحدثت زخما كبيرا في طبيعة الاستخدام العسكري والاستراتيجي لصواريخ، حتى أنه تحدثت عن أنها استخدمت صواريخ لأول مرة تستخدمها بصواريخ تفصل الرأس الحربية عن الجسم بمجرد استهداف الصاروخ نفسه، وأن الرأس تذهب إلى أماكن أخرى بعدها بمئات الكيلومترات، ما يؤكد أو يدع شكوكا حول الرواية الإسرائيلية التي تؤكد على أن الدفاعات الإسرائيلية أسقطت 99% من الصواريخ الإيرانية. معنى ذلك أن هناك في الأيام القادمة ما يؤكد على أن هناك أحداثا أو بيانات سوف تخبرنا عن حجم الخسائر الإسرائيلية التي نتجت عن الضربة الإيرانية، وهو ما تؤكده وكالات الأنباء والجراد والصحف الإيرانية بالمناسبة. طيب دكتور، يمكن شكل المواجهة بين إسرائيل وإيران في هذه المرة وفقا للتحليلات السياسية والعسكرية اتخذ طابع مختلف. من الناحية الاستراتيجية لأول مرة بتكون هناك مواجهة مباشرة بين الطرفين، ضربات إيرانية على العمق الإسرائيلي والعكس. ولكن من الناحية العسكرية كما تحدث هناك الكثير من التحليلات التي تتحدث عن شكل الضربة، توقيت، معرفة الآخرين، الهجوم، التحالف الأمريكي الغربي في صد الضربات الإيرانية بشكل أو مباشر، وبالتالي جدوى هذه الضربات وإن كانت نوع من الاستعراض سواء من الجانب الإيراني أو الجانب الإسرائيلي، ما ترى في هذا الأمر؟ هو في الحقيقة إيران زي ما كنت بتكلم مع حضرتك إنها أخرجت حالة الحرب من سياق المباغتة وأن الحرب خدعة إلى سياق آخر باستراتيجية يعني تعريف الآخرين بموعد وموقيت الضربة. وبالتالي ما هدف الضربة في تقديرك هو استعراض؟ بالنهاية هو استعراض. ولا قدرة والإثبات الإرادة والقدرة على هو هذا الكلام هو ما قاله المرشد الإيراني اليوم حينما اجتمع مع كبار قادة الحرس الثوري، وما أفردت له أيضا الصحف الإيرانية مساحات واسعة للتأكيد على قوله بأنه ليس المهم، وهذا كلام المرشد، ليس المهم إصابة الأهداف بقدر أن المهم هو إبراز قدرة الأمة الإيرانية على مواجهة عمق الكيان الصهيوني وإذلال الكيان الصهيوني. هذا هي مفردات الإيرانيين أو المفردات الصحف الفارسية حينما تتحدث عن إسرائيل. وبالتالي الضربة كانت استعراضا إلى حد كبير بطبيعة الرد الإيراني الغير مباغت على الجانب الإسرائيلي والمبلغ سلفا إلى الجانب الأمريكي، وكانها تريد إيصال رسالة معينة أننا نستطيع وبهذا الكم الكبير وبهذه النوعية من الأسلحة إن أردنا تكرار هذه الضربات سوف نفعل. بالضبط، وهناك عدة رسائل في هذا الإطار. أولا أننا نستطيع. الأمر الآخر نحن لا نريد التصعيد، لأنه حتى الإيرانيين حينما يتحدثوا على هذا الأمر قالوا أنه نحن ضربنا بصواريخ وبطائرات مسيرة وكنا نستهدف أن نبرز طبيعة الدفاعات الإسرائيلية والأمريكية، خاصة أن إسرائيل استعانت بالولايات المتحدة الأمريكية وبالحلفاء الغربيين في صد الهجمات الإيرانية. وبالتالي هذا يدلل على ضعف المنظومة الدفاعية الإسرائيلية وحدها في التصدي لأي هجوم إيراني آخر. وبالتالي كان على إيران أن ترد لأمر آخر، هو الأمر الداخلي كان على إسرائيل، كان على إيران أن ترد على الضربات الضربة الإسرائيلية على القنصلية. نحن نتحدث عن الضربة الكبيرة على العمق الإسرائيلي هون. وبالتالي الدافع وراء هذا الرد الإيراني الكبير في إعلامياته هو أنه رسالة إلى الداخل بأنها استطاعت اليوم مهاجمة إسرائيل في عقر دارها والصقر لجنودها أو رجالها العسكريين في سوريا، وبالتالي لا يمكن لأي ضابط
التابع للحرس الثوري أن يرفض أمر إيراني بالانضمام إلى قيادات الحرس الثوري في سوريا في مراحل لاحقة. وبالتالي هي تحاول أن تجنب نفسها تمردا عسكريا من نوع ما داخل قيادتها أو داخل صفوفها العسكرية سواء في الجيش أو في الحرس الثوري. طيب عندما يتعلق الأمر بالرد الإسرائيلي على الضربة الإيرانية، هناك الكثير من التحليلات أيضا التي أكدت وفق الرواية الإيرانية وحتى الرواية المتعلقة بالجهات الدولية أن الضربة الإسرائيلية لم تحقق أهداف أو خسائر كبيرة كما كان مستهدف، حتى كانت هناك انتقادات في الداخل الإسرائيلي بأن الضربة الإسرائيلية هي مجرد مسرحية لمجرد الرد بشكل أو بآخر. يعني كيف ترى الضربة الإسرائيلية أيضا أو الرد الإسرائيلي على الضربات الإيرانية؟ هو في الحقيقة بعض الصحف الأمريكية زي صحيفة بوليتيكو سبقا أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت لفظ غريب جدا، توسلت إلى إسرائيل بعدم مهاجمة إيران، وبالتالي إسرائيل أبلغتها بأنها تريد أن ترد لأن بنيامين نتنياهو في موضع حرج، موضوع حرج لعدة أسباب كبيرة جدا، أولها أنه فشل في العمليات العسكرية على غزة، فشل في إخراج الرهائن الذين احتجزتهم فصائل المقاومة في القطاع، فشل في مواجهة الضربات العسكرية لحزب الله من الشمال الإسرائيلي، وبالتالي كان هناك نوع من أو فشل في لحظة أخرى في يعني المواجهة الإسرائيلية لإيران على هذا الكم الهائل من الضربات الإيرانية على العمق الإسرائيلي، وبالتالي كان عليها أن يرد لأن هناك ضغوطا من وزرائه في اليمين المتطرف في حزب الليكود في اليمين المتطرف بأنه لابد أن يرد. حتى حينما رد خرجت بعض الأصوات الإسرائيلية وتقول أن هذه المهزلة وأن هذا الرد هو رد ضعيف لم يسفر عن خسائر في الداخل الإيراني، لكن في رمزية الرد الإسرائيلي وأنه استهدف عمق مدينة أصفهان وهي مدينة يقع فيها كثير من المفاعلات النووية سواء كانت المفاعلات الأبحاث أو المفاعلات النووية الأخرى الشهيرة في إيران وبعض القواعد العسكرية التي انطلقت منها الطائرات المسيرة والصواريخ الكروز والباليستية من إيران إلى عمق إسرائيل. وبالتالي كانت هناك رسالة بأن إسرائيل استطاعت أن ترد في عمق إيران كما ردت إيران في عمق إسرائيل، لكن استخدمت استراتيجية مختلفة، لم ترد بشكل مباشر تجنبا لرد مباشر أيضا من إيران، واستخدمت نوع آخر النوع التجسسي أو أن هناك نوع من يعني العملاء التابعين لإسرائيل في الداخل الإيراني. هنا لابد أن نؤكد على أن إيران منكشفة استراتيجيا ومنكشفة لعملاء الموساد الإسرائيلي بشكل كبير جدا، يعزز ذلك فرضيات كثيرة جدا أبرزها نجاح إسرائيل في الحصول على كمية كبيرة جدا من الوثائق والمعلومات والمستندات التي حصلت تتعلق بالمفاعلات النووية وعرضت على ظهر بنيامين نتنياهو في فترة من الفترات أمام في مؤتمر أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبالتالي كان هذا مفتاح أو هذه الوثائق والمستندات مفتاح الهجمات الإسرائيلية على المنشآت الاستراتيجية ومفتاح الهجمات السيبرانية الإسرائيلية على المفاعلات النووية ومفتاحا أيضا للحرائق الغامضة التي شهدتها إيران في السنوات الماضية. طيب يعني في جانب أيضا من التحليل بيرصد المواجهة بين إيران وإسرائيل بأنه أن الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أنها هناك الكثير من التصريحات الدبلوماسية أنها تسعى إلى التهدئة ولكنها سوف تعمل على إنتاج الظروف المواتية في كل مرة لإحداث مواجهة بين إسرائيل وإيران من أجل تحقيق مصالح أمريكية موجودة في منطقة الشرق الأوسط، هي تعزيز الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وأيضا السيطرة على كل المنافذ البحرية وإخلاق حالة من الوجود الأمريكي القوي في هذه المنطقة ولكن بشكل مدروس. يعني كيف ترى هذا الأمر؟ بشكل مباشر حضرتك احنا شفنا خلال الفترة التي أعقبت الحرب الإسرائيلية على غزة كيف استطاعت الميليشيات الحوثية استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية في بعض الأحيان، وده تسبب في رد عسكري من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بأن شنت ضربات مكثفة على الأعماق اليمنية في مناطق الشمال التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، وبالتالي رغبت الولايات المتحدة الأمريكية لإيصال رسالة بأن الممرات البحرية وإن كانت في خطر إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن ترد على الجانب الإيراني. حتى وإن كان هذا الرد في يعني ترتيبه المتتالي لم يستطع أن يوقف عمليات القرصنة الحوثية، خاصة أننا نعلم جميعا والمتابعين لهذا الشأن يعلمون جيدا أن الميليشيات الحوثية هي ذراع من أذرع إيران في الإقليم في مناطق اليمن، وبالتالي هي تعي جيدا الولايات المتحدة الأمريكية ترسل رسائل إلى إيران بأن الممرات المائية التي تمر منها السفن الإسرائيلية أو السفن الأمريكية وحركة النفط وحركة البضائع في هذه المنطقة تعلم جيدا أنها مهددة
من جانب إيران في مضيق هرمز إن أغلقت إيران المضيق، ومهددة أيضا في مناطق الخليج العربي بسبب الميليشيات الحوثية في هذه المنطقة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بشكل متناسب جدا بصفتها قوة منتجة للسلاح، وإن كنا نعي جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تجيد التصادم مع قوة إقليمية في المنطقة، لكنها في نفس الوقت تجيد أيضا ترتيب أوراقها السياسية، ويعني كل الأمور تكون مدروسة بشكل أو بآخر. حتى أنه رأينا خلال الفترة الماضية أن إيران كانت بترسل رسائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طبيعة الهجوم على إسرائيل، وبالتالي إسرائيل أيضا كانت بترسل رسائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتستأذنها في الرد على الهجوم الإيراني، وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية سبق أن أعلنت أنها أو تنصلت لن أي تشارك هجوم ولن تشارك. طيب يعني الحقيقة فكرة أيضا أن الكون ردود الفعل بين إيران وإسرائيل مدروسة، أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم في خيوط هذه المواجهة بشكل أو بآخر، إلى أي مدى في تقديرك يعني فكرة أن تكون الأمور مدروسة ليست صحيحة على طول الوقت، ربما تخرج الأمور عن السيطرة في بعض الأمور؟ يعني ده برضو كان جانب من التحليلات العسكرية التي تحدثت على أنه يعني كيف يكون شكل المنطقة إذا خرجت المواجهة بين إيران وإسرائيل عن السيطرة وتورط أطراف أخرى أو وكلاء لإيران في هذه المواجهة، أما أن هذا الأمر أو هذه الفرضية غير واردة في تقديرك؟ لا بالطبع أنا أختلف مع هذا الكلام، هذه الفرضية موجودة، وهذه الفرضية هي التي حذرت منها أو الدولة المصرية في أكثر من مناسبة. بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل حذرت مصر من تفاقم حدة الصراع في هذه المنطقة، وقبل هذا الهجوم الإيراني على إسرائيل سبقه أيضا تحذيرا مصريا لإيران من حركة القرصنة وحركة الأزمة التي يشهدها البحر الأحمر مع تفاقم حركة القرصنة على السفن التجارية وتبعات هذا الأمر على الاقتصاد العالمي بشكل أو بآخر. بالضبط، ده أثر بشكل كبير جدا على حركة الإمدادات النفطية العالمية، وأثر على اقتصاد المنطقة، وخرجت يعني تقديرات اقتصادية من الدول المصرية فيما يتعلق بقناة السويس بأن هناك نوع من الخسائر وإن كانت ليست كبيرة، إلا في النهاية أي توتر سياسي أو عسكري موجود في المنطقة بيؤثر بشكل أساسي على الأوضاع الاقتصادية لدول المنطقة ليست لمصر وحدها. وبالتالي حذرت مصر في أكثر من مناسبة من تبعات توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط. ويمكن بعد الضربات الإيرانية مباشرة على الجانب الإسرائيلي، طبقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، أنه السيد الوزير سامح شكري تواصل مع الجانبين في مكالمة فيها مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ووزير الخارجية الإسرائيلي، بيحذر بشكل أساسي أيضا من تبعات توسع الصراع في هذه المنطقة، لأنه بالتالي هناك لحظة من اللحظات ستخرج فيها حضرتك زي ما حضرتك تفضلت الأمور عن السيطرة إذا لم يكن هناك ضابطا أو رابطا لحدة هذا الصراع في هذا صحيح. الإقليم. دكتور، يعني فكرة أيضا أن يكون هناك تأثير بشكل أو بآخر لهذه المواجهة الإسرائيلية الإيرانية على لب القضية هو الهجمات الإسرائيلية أو المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، إلى أي مدى في تقديرك هذا الأمر مرتبط بهذه القضية بشكل أو بآخر؟ هو في الحقيقة الهجمات الإسرائيلية في البداية، إذا أحببنا أن احنا نجيب الموضوع في السياق الأولي اللي هو أساس القصة، احنا هنا أمام صراع إسرائيل على ضد قطاع غزة أو ضد حركة حماس في قطاع غزة، ويعلم جيدا أو نحن جميعا نعلم جيدا أنه حركة حماس من ضمن الأزرع التابعة لإيران في هذا الإقليم، وبالتالي كان على إسرائيل أن توجه ضربة معينة إلى إيران، فوصلت لها المعلومات بأن هناك قادة عسكريين استراتيجيين موجودين في عقر دار إيران في مناطق سورية، فتوجهت إليهم بضرب. لكن في النهاية السياق العالمي والإقليمي لهذا الوضع يؤكد على أن الصراع فيما بين إسرائيل وإيران هو صراعا ممتدا منذ فترة طويلة، خاصة منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي. استتبعه يعني كانت هناك عدة حلقات لهذا الصراع، من استهداف للعمق الإيراني في بعض المنشآت، واستهداف لقيادات للحرس الثوري وعلماء إيرانيين زي محسن فخري زادة وغيرهم. وبالتالي هذه حلقة جديدة من الصراع بين إيران وإسرائيل لا علاقة لها بشكل أساسي من وجهة نظري وفي تقديري بقضية الفلسطينية. لكن في النهاية بنيامين نتنياهو نجح في توجيه الأنظار صحيح بهذا صحيح. الوضع استغلال الظروف المواتية في هذا الأمر، لأنه كان يستهدف أمرين. الأمر الأول هو اللحمة الداخلية الإسرائيلية بأن إسرائيل في حالة حرب، وبالتالي على المجتمع الإسرائيلي أن يتكاتف مع حكومة اليمين المتطرف، خاصة أنه بيواجه الآن تظاهرات في الشارع الإسرائيلي بتطالبه بإقالة الحكومة لأنه فشل في استعادة الأسرى، وبتطالبه بإبرام صفقة مع الفصائل الفلسطينية وحركة حماس لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين صحيح. في القطاع. وبالتالي كان يحاول أن
يبعد الأنظار ومن ثم عاد الحديث عن فكرة محور الإرهاب ومواجهة هذا الأمر بالزبط. حماس وإيران وما إلى ذلك واستعادة الزخم الإقليمي والدولي وحتى الداخلي. يضاف إلى ذلك أن بنيامين نتنياهو نفسه بيحاول أنه يحافظ على بقائه في السلطة لأطول فترة ممكنة، لأنه بيواجه اتهامات بالفساد هو وابنه يائير وزوجته سارة في عدة ملفات أخرى، وبالتالي كان يحاول أنه يحاول الإبقاء على نفسه والإبقاء على سدة الحكم، لأنه يعلم جيدا أن خروجه من الحكومة الإسرائيلية يعني خروجه من المشهد السياسي الإسرائيلي نهائيا. طيب دكتور، إيران أو إسرائيل بدأت باستهداف القنصلية الإيرانية في سوريا، ثم كان الرد الإيراني ثم الرد الإسرائيلي، يعني في تقديرك انتهت ردود الفعل المباشرة بين إيران وإسرائيل، أما أن الظروف القادمة سوف تكون فيها مزيد من المواجهة بشكل أو بآخر، سواء كانت عسكرية أو حتى من خلال الوكلاء في المنطقة المباشرة؟ نعم، لن يوجد هجوما مباشرا فيما بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، لأن إسرائيل حتى في النهاية في رمزية ردها على إيران هدأت من حدة ردها تجنبا لرد مباشر إيراني في العمق الإسرائيلي، وبالتالي هي هنا بترسل رسالة إلى أنها لا ترغب في تصعيد المواجهة مع إيران، كما أن إيران نفسها أكدت في أكثر من مناسبة أنها لا ترغب في التصعيد الكبير مع إسرائيل في الإقليم. يضاف إلى ذلك التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية بأن إيران لا تريد التصعيد، والتصريحات التي صدرت اليوم من المرشد الإيراني بأنه كان المهم هو إظهار قوة الأمة الإيرانية في الرد وليس توسيع رقعة الصراع، وليس المهم إصابة الأهداف بقدر أن المهم هو إرسال رسالة بقوة نستطيع. أننا نستطيع الوصول إلى عمق إيران، وبالتالي لن يوجد تصعيد مباشر فيما بين الطرفين، لكن التصعيد قد يأخذ منحنى آخر. المنحنى الآخر يتمثل في بعض المناوشات التي تحدث ما بين الطرفين في أراضٍ أخرى كاستهداف القنصليات في الخارج، زي احنا شفنا خلال الفترة الماضية أو أمس أن مواطن دخل القنصلية الإيرانية في باريس وهدد بتفجير نفسه. بعيدا عن سياق أو تفصيلة هذا الموضوع، سواء أنه مواطن أخوه تعرض للتنكيل في إيران أو أعدم وما شابه طبقا للرواية الفرنسية، لكن في النهاية كان هناك محاولات سابقة لاستهداف إيرانيين في أراضي أوروبية واستهداف إسرائيليين في أراضي أوروبية أخرى، وبالتالي سيخرج السياق عن نطاق المواجهة المباشرة إلى مواجهة غير مباشرة في أراضي أخرى. طيب دكتور، يعني معروف أن حزب الله هو أحد الأذرع الإيرانية القوية القادرة على توجيه أيضا ضربات قوية إلى إسرائيل، يعني في تقديرك إذا تم استهداف إسرائيل من جانب حزب الله بشكل قوي خلال المرحلة القادمة، ده نوع من التحليل، إلى أي مدى في تقديرك سوف يكون الرد الإسرائيلي باتجاه حزب الله مباشرة أو باتجاه أهداف إيرانية موجودة في المنطقة؟ هو في الحقيقة هو الاستهدافات أو المناوشات موجودة دائما في بين حزب الله وإسرائيل. حزب الله بيمتلك حدودا متاخمة من ناحية الجنوب اللبناني مع الشمال الإسرائيلي، ويمكن امبارح بالتحديد رأينا أنه كان فيه ضربة من حزب الله باستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية على منطقة تسمى عرب الرعمشة في الشمال الإسرائيلي. ماذا أسفرت هذه الضربة؟ نحن نتحدث هنا عن ضربة واحدة كانت هي الضربة الأخيرة لحزب الله، صحيح، أسفرت عن مقتل 14 جنديا إسرائيليا على أنها كانت مباشرة وفي العمق وفي قاعدة عسكرية إسرائيلية. هذا يعني أن هناك تطورا كبيرا في الاستراتيجية العسكرية لحزب الله، وأنه قادر على إلحاق الضرر والأذى بالقواعد العسكرية الموجودة في مناطق الشمال الإسرائيلي، وهذا يؤكد أيضا استمرار الدعم الإيراني لحزب الله كوكيل أو كزراع لها في المناطق المتاخمة لإسرائيل. إسرائيل تعي جيدا أن إيران لديها علاقات مباشرة ولديها دعم استراتيجي ولوجستي ومالي كبير وعسكري لوكلائها في الإقليم. من هم الوكلاء؟ الوكلاء هو موجودين في مناطق متاخمة للأراضي الإسرائيلية، في الجنوب اللبناني المتاخم للشمال، في مناطق سورية متاخمة أيضا لهضبة الجولان، وفي قطاع غزة في الأراضي الفلسطينية. وبالتالي إسرائيل تعي جيدا أنها محاطة بكمية عداء عسكري واستراتيجي كبير جدا لابد أن تتنبأ له وتتعامل معه استراتيجيا وعسكريا وليس سياسيا بالمناسبة. سؤالي الأخير، بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب المصالح الاقتصادية المتعلقة بالتصنيع العسكري وما إلى ذلك هي تسعى لإحداث وجود قوي لها في المنطقة من خلال إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، وهو ما سعت إليه الإدارة الأمريكية عبر الكثير من المحطات الأخيرة أو المحطات التي كانت في السنوات الأخيرة بشكل أو بآخر. أهداف الإدارة الأمريكية في تقديرك في منطقة الشرق الأوسط في هذا التوقيت؟ هو في الحقيقة أهداف الإدارة الأمريكية كثيرة جدا ومتشعبة تجاه منطقة
منطقة الشرق الأوسط بالتحديد لأنها منطقة إنتاج ومنطقة نفوذ بالنسبة لها، منطقة منتجة للنفط فيما يتعلق بدول الخليج، منطقة تتواجد بها القواعد العسكرية الأمريكية في عدة دول عربية أيضا، منطقة توجد فيها الزراعة الطولة للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وهي إسرائيل. وبالتالي الاستراتيجية الأمريكية الأساسية لأي رئيس سواء كان ديمقراطي أو جمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية هو حماية إسرائيل بشكل أساسي. وبالتالي كان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتواجد في هذا الإقليم لتحقيق الاستراتيجية الأولى وهي حماية إسرائيل بجانب استنزاف موارد الدول العربية وبيع السلاح للدول المتصارعة في هذه المنطقة. وبالتالي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية التواجد في هذه المنطقة لحماية قواعدها ولحماية الحركة التجارة النفطية من الممرات المائية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أوروبا بشكل أساسي أيضا، لأن الأوروبيون دول تحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى حماية إسرائيل. ويمكن خلال الفترة الماضية خلال الضربات الإيرانية أو ما قبل الضربات الإيرانية لإسرائيل صدرت بعض التلميحات من الإدارة الأمريكية بأنها أرسلت إحدى حاملات الطائرات التي تحمل منظومات دفاعية لحماية إسرائيل من الهجمات الإيرانية المرتقبة طبقا للوسائل الإعلام. وبالتالي كان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتواجد في هذه المنطقة لحماية إسرائيل. ويمكن إحنا شفنا ده في حركة الرد أو الحركة الدفاعية عن الجانب الإسرائيلي بأنه بعض الدول استخدمت منصات إطلاق لإسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. وبالتالي تحالفت إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الغرب من أجل مواجهة الضربات الإيرانية في عمق إيران، وهذا ما تغنت به إسرائيل. صحيح. تغنت به إيران بالمناسبة بأنها بدأت تحارب إيران وتحارب إسرائيل. وهذا الأمر كلف إسرائيل والإدارة الأمريكية ما يقرب من مليار دولار. بالضبط. طيب يعني أخيرا في تقديرك شكل المنطقة يعني فيما هو قادم فيما يتعلق بالدعم الأمريكي لإسرائيل، اليوم مجلس النواب الأمريكي بيوافق على تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة بتقترب من 26 مليار دولار، هذا رقم ضخم للغاية. يعني إلى أي مدى في تقديرك هذا الأمر سوف ينعكس على طموحات نتنياهو، على غطرسة إسرائيل فيما يتعلق بالمواجهات المختلفة مع دول المنطقة بشكل أو بآخر؟ في الحقيقة هذا القرار بيثبت بما لا يدع مجال للشك أو يوجه رسائل أمريكية إلى دول المنطقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل حليفا وداعما لإسرائيل في مواجهتها مع إيران أو مع أي قوة عسكرية أخرى أو وكلاء لإيران في هذه المنطقة. وبالتالي حجم الدعم الكبير ده بيؤكد هذه الرسالة ويؤكد على أنه الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في تقديم الدعم العسكري واللوجستي والمالي أيضا. وما ينفعش اننا يعني زي خبر النهارده صادر من الولايات المتحده الامريكيه بفرض عقوبات على وحده عسكريه ضمن وحدات الجيش الاسرائيلي. وبالتالي يعني ده امر يعني في اي سياق يمكن ان نفهم هذا الامر يعني. حتى الوحده هذه الوحده هي ليست وحده عسكريه قتاليه، هي وحده تضم اليمينيين المتطرفين من المستوطنين الاسرائيليين، وبيتكلم في الضفه يعني ما بالك بالمجازر التي ارتكبت في قطاع غزه بشكل او باخر. في السياقات غير متناسبه مع بعضها في حجم الدعم المالي والعسكري، بالاضافه لان حتى يعني العقوبات المفروضه على هذه الوحده بتمنعها فقط من المشاركه مع الوحدات الامريكيه في التدريب، لكن في النهاية هي ستحصل على ما ستحصل عليه من تدريبا عسكريا وأسلحة متطورة لمهاجمة الأهالي أهلنا في الضفة الغربية من الفلسطينيين. هل هناك علاقة في تقديرك بما حدث من جانب إسرائيل تجاه إيران وطموحات نتنياهو بالعملية العسكرية في رفح؟ بالطبع، يعني أنا زي ما ذكرت لحضرتك أنه بنيامين نتنياهو يحاول أنه يوجه رسائل الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن ده وجهه قال له أنا هوجه ضربة عسكرية لإيران أو لن أوجه، في مقابل ذلك أن تسمح له الإدارة الأمريكية بأن يجتاح رفح. لكن في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية تعي جيدا أن مستقبل إسرائيل مهدد سياسيا وعسكريا إذا اقتحمت أو اجتاحت في رفح الفلسطينية، لأنه الدولة المصرية أيضا سبق وأن هددت بمسألة اجتياح رفح يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في هذه المنطقة، لأنه أيضا الاتفاقيات التي المبرمة فيما بين مصر وإسرائيل والتي تشرف عليها أيضا وكانت وسيط فيها الولايات المتحدة الأمريكية بتحدد أن منطقة رفح لا يمكن لأن يكون هناك فيها أي تواجد عسكري وآليات إسرائيلية في هذه المنطقة.
لأنها منطقة تابعة لاتفاقيات دولية متفق عليها، وبالتالي اجتياح إسرائيلي لمنطقة رفح كان سيتسبب إلى نقض هذه الاتفاقيات، وبالتالي هتكون إسرائيل في حالة من عدم الاستقرار وفي حالة طوارئ دائمة. وهذا الكلام لابد أن نؤكد عليه، إسرائيل سوف تكون في حالة عدم في حالة طوارئ دائمة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعي ذلك جيدا، وتعي أنه هذا الإجراء فيه مخاطرة كبيرة جدا من بنيامين نتنياهو ومخاطرة كبيرة جدا من الجيش الإسرائيلي. شكرًا جدا على كل هذا التحليل الراقي الدكتور محمد خيري الباحث في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية. نورتني يا دكتور في هذا الحوار، شكرًا جزيلًا. أنتم مشاهدين الكرام لكم من كل التقدير، حتى نلتقي ومتابعة تحليلية جديدة، شكرًا لكم وإلى اللقاء.